عليكم المتتبعين ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشاهدوا اليوم جيت نقدم لكم عجينه البيتزا، كتجي زوينه وهشيشه. غندوز نقدم لكم المقادير. بالنسبه للمقادير، مقادير بسيطه واقتصاديه. عندنا معلقه صغيره ديال الخميره، وعندنا معلقه صغيره ديال الملحه، وعندنا معلقه صغيره ديال الزعتر، وعندنا جوج لايف ديال الدقيق ديال الحلوه، جوج لايف كبار. عندنا كاس مخلط بلديه، وعندنا الزيت انا مخلطه داير نص بلديه ونص روميه، كاس ديال الزيت مخلط. وعندي بيضه، وعندي معلقه ديال الزبده كبيره، وعندي معلقه ديال الخل الابيض. اللي ما متوفرلوش الابيض يدير الاخر، ماشي مشكل. وعندنا المدافي كما كتشاهدوا. غادي ندوز نحضر، غادي ندوز نحضروا المقادير. بسم الله. درت الملحه، ندير الدقيق، مغرب الله راني مغرب الله، نضيف الزعتر، نضيف البيضه، نضيف معلقه ديال الخل كبيره كما كتشاهدوا، هاد العجينه كتجي زوينه. نضيف معلقه ديال الخل كبيره، دابا غادي نخلط المقادير. بسم الله. الزيت ما غاديش نديرو دابا، تنخلط البيضة والزبدة كما كتشاهدو. هاد العجينة ديال البيتزا كتجي هشيشة وزوينة في المذاق. بعد ما تخلطوا دابا غادي نضيف الزيت بشويه بشويه بهذه الطريقه. يمكن كتصلح لها الزيت لا والو، غير كنجمعوها كنخليوها ترتاح، من بعد كنطلقوها الدلاك. بعد ما ضفنا الزيت دابا غادي نضيفو الماء، واش تجمع لنا العجينة ولا لا. إلا كانت ما تجمعتلناش غادي نزيدوها الماء. هانتوما كيما كتشاهدو، الماء كنديرو غير بشوية بشوية، مكنديروش مرة واحدة على حسب الماء، كنديرو غير شويه بشويه، كنديروش مره بزاف غير باش تجمع لنا العجينه ديالنا. هانتوما كيما كتشاهدو، نضيفو شويه، والله دابا تجمعات. هانتوما كيما كتشاهدو هي العجينه ديالي جمعتها. دابا غادي نديرلها البلاستيكه ونديرها ندخلها للثلاجه ونخليها 10 دقائق ترتاح. وهانتوما معايا، هانتوما كيما كتشاهدوا ها هي البيتزا ديالي راه ارتاحت. دابا غادي ندوز باش نطلقها بالدلاك.
ندير شويه ديال الدقيق، نقسمها على جوج هذه، هانتوما كيما كتشاهدوا درت الدقيق نقسمها على جوج، ندير هاد الدقيق ندير هاد الدقيق وغادي نقرص هاد يدي وعاد ندير هاد الدينار، هانتوما كيما كتشاهدو خدو هاد يدينا باش تجي دائرية. انا ندير جوج بيتزات دايرين كبار، غادي نستعمل جلاد كما كتشاهدوا. دابا غادي ندوز نديرها في طبسات الحلوه، غاديها الجوانب هانتوما كي كتشاهدوا، دابا غادي نحطها في طبسات الحلوه هنايا هانتوما كتجي زوينه. هذه البيتزا الثانيه راني قرصتها وطلقتها بالدلاك وقديتها، دابا غادي نحطها في اللاطا. هانتوما كما كتشاهدوا بعد ما قرصتها وطلقتها بالدلاك درتها في اللاطا، دابا غادي نثقبها بالفرشاه كامله. كما كتشوفوا هاد العجين ديال البيتزا راه كتجي زوينه وهشيشه وما قاصحه ما والو. انا تلقي صافاني جوج بيتزات بزاف كتعطيو هاد القياس، كما كتشاهدوا هاد البيتزا راه كتجي العجينة ديالها رطبة وهشيشة. هانتوما كما كتشاهدوا هي تقبتها بالفرشيط كاملة، دابا غادي ندخلها للفران طيب، كنشعل الفران عليها أنايا من التحت ونديرها من الفوق فران عادي. هانتوما معايا غادي تشوفوها في الأخير كي كتجي هشيشة مذاقها زوين. إيوا كنتمنى تعجبكم. هانتوما كما كتشاهدوا راني كنشعل عليها غير من التحت، شوفوا ممكن ندير العافيه مهيله وكنخليها تطيب على خطرها. هانتوما دابا غادي نسد عليها الفران خليها طيب. هانتوما كما كتشاهدوا ها هي العجينه ديال البيتزا طابت، انا راه كنطيبها في مره ما كنديرهاش نص طيبه وعاد نولي نطيبها. هانتوما دابا غادي ندوز نعمرها، راه كتجي هشيشه ومزيونه في المذاق، نتمنى تجربوها. غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي تجي. هانتوما كما كتشاهدوا دابا غادي ندير لها لاصوص، لاصوص ديالي تجي زوينه قاده بلاصوص.
ليها الفرماج كما كتشاهدوا. غادي نضيف ليها الفرماج ها نتوما بعد ما درت لها لاصوص غندير لها الفرماج. غندير ليها الطون هانتوما كيما كتشاهدو الطون تاهو تيجي زوين. غندير ليها الطون كيما كتشاهدو عمر الفرماج غندير الطون هانتوما كتجي زوينة. ندير ليها الزيتون مقطع، غندير ليها الزيتون مقطع، أنا غندير ليها الزيتون مقطع، هذا ماشي الكحل، الزيتون كما كتشاهدو الخضر، أنا كيعجبني الزيتون الخضر على الزيتون الكحل، متيعجبنيش في البيتزا، نجي زوين فيها. بعد غادي ندير ليها الفرماج من الفوق هانتوما، هانتوما كيما كتشاهدو. من بعد من كنعمرها كندير ليها شويه زعتر من الفوق، وهذا الطون راني حيه مصره بالزيت، ما كنديروش بالزيت، كندير غير الطون كما شفتو. بالنسبه درت لها الزعتر والطون راني عصرته من الزيت كما شفتوا، درت غير الطون حيت له الزيت ديالو. دابا غادي ندخلها للفران يذوب غير الفرماج، وهاد البيتزا ديالنا واجده وهانتوما تشوفوها من بعد. هانتوما كما كتشافوا تشوفوا راني درتها في اللاطه هانتوما، ها الثانيه كما كتشاهدوا ها هي الثانيه حتى هي عمرتها. دابا غادي ندير لهم الزعتر، دابا غادي ندخلهم الفران كما شفتوا هانتوما، ندخلها الفران يذوب غير الفرماج ونخرجها، وها هي البيتزا ديالي وجدت هانتوما. ها هي العجينه، والعجينه ديالهم كتكون هشيشه كما شفتوا هانتوما، شاهدوا ها هي البيتزا ديالي. البيتزا ديالي بعد ما طيبتها دابا دخلتها غير الفران يذوب غير الفرماج وخرجتها، انا نقردها معكم تشوفوها كتجي بنينه ما تشبعيش منها. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في القناه هانتوما. هاهو كي كتجي يا سلام، هانتوما كما كتشاهدوا هاي البيتزا ديالي وجدت. كنتمنى تنال اعجابكم الصحة والراحة، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في القناة باش يوصلكم الجديد ديالي.